الهدف الأول هو الإنصات للمنتخبين والفاعلين على مستوى الجهة، التعرف على الحاجيات الحقيقية لكل جهة جهة، تكون المخرجات ديالو بالخصوص تعطي الملامح ديال عقد البرنامج اللي غادي يكون بين الجهة وبين الدولة، وأيضا شنو هي أهم المشاريع الأساسية اللي خصنا نعطيوها اهتمام أكبر في المرحلة المقبلة إن شاء الله. جهة فاس مكناس هو واحد جهة أهم الجهة، هي جهة من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية على العموم مهمة، من أربع الجهات الأكثر مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، ولكن داخل الجهة كاين تفاوتات كبيرة. كاين بعض الأقاليم اللي عندها إشكالات مشاكل من حيث الولوجية ومن حيث البنية التحتية، من حيث الخدمات الصحية، من حيث التعليم، من حيث التنمية الاقتصادية، من حيث الوضع الاجتماعي. فلذلك هذه الأقاليم خصها عناية أكبر. هذا هو الوضع العام ديال الجهة. برنامج الآن ديال 2018 ومسطر في مختلف الوزارات، مسطر عليه في القانون المالية، وأيضا حتى البرامج المقبلة في 3 سنوات لمن بعد الملامح ديالو العامة واضحة.